ده شكل التونيك بتاعي اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة، كل اللي عليكي بس اللايك والتعليق والاشتراك وكل سنة. الله بركاته، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعه مع بعض بتونيك طويل بصوره سهله وبسيطه قوي. التونيك ده للمحجبات بالظبط، التونيك فوق الركبه بشكل جميل جدا زي ما انت شايفه الصوره. اهم حاجه تتفرجي واحده واحده، واللايك جميل والتعليق لك والاشتراك في القناه. ولو انت جديده معانا يا ريت تتفرجي على الفيديو اللي قبل ده بتاع رسم البطرون واخذ المقاسات، لان صدقيني الدرس مهم جدا ليكي. ولايك جميل، تعليق واشتراك في القناه، والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من صلى عليه مره صليت عليه 10، ومن صلى عليه 10 صليت عليه 100، ومن صلى عليه 100 صليت عليه 1000، ومن صلى عليه 1000 حر جسده على النار. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نعمل التصميم بصوره سهله وبسيطه قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا تاني يا جماعه مع بعض، وهنبدا نعمل تونيك بصوره سهله وبسيطه قوي. طبعا التونيك ده معانا البطرون الاساسي زي ما انت شايفه اهو، البطرون الاساسي من الصفر وبشكل جميل قوي قوي وسهل. يلا بينا نعمل التونيك بصوره جميله كده وسهله وبسيطه. دلوقتي معايا البطرون الاساسي اهو، تمام، مش ناقصه اي حاجه، اللي ناقصه بس ان احنا نقصه مباشره على طول. طب ايه ده يا مريم، يعني ايه هنقصه على طول؟ مش هيبقى فيه اي تعديلات؟ لا، لان انا عامله له تقسيم وعامله له كل حاجه موجوده فيه، ما فيهوش اي تعديلات خالص. كل اللي عليكي بس ان انت تعملي البطرون، وهتلاقيه تحت في صندوق الوصف، وهتلاقيه الفيديو اللي قبل ده او اللي بعد ده، يعني ممكن ننزله قبله او بعده، بس المهم ان هو ينزل النهارده. بطرون اساسي واخذ المقاسات بصوره سهله وبسيطه قوي في الفيديو اللي قبل ده او بعده زي ما بقولك. طيب وبعدين طبعا هنبدا ان احنا نشيل كده حرده الرقبه الاماميه بقى اهو بالشكل ده. دلوقتي معايا الخلف ومعايا الامام، سيبوكوا دلوقتي من الخلف وخلونا في ايه، في الامام. التونيك اهو، تمام كده التونيك اهو. عشان اعمل التونيك زي الصوره ما بتقول بالظبط، عايزه قطعه تكون باقي التونيك بتاعي معايا. التونيك بتاعي معايا لحد، بصوا بقى دلوقتي احنا معانا ايه الاطوال المشهوره، هو طول الجنب طبعا مشهور بعد دوران الوسط مباشره، لا احنا عايزين بعد طول الجنب كمان من بعده هننزل مسافة 5 سنتي، معناها كده ان هو فوق الركبة، تمام كده. ادي طول الجنب اهو، لا هننزل بقى 5 سنتي، هيبقى 15 سنتي، تمام كده، عشان خاطر يبقى ايه، يبقى طول الركبة كده. لحظة واحدة يا جماعة، الموضوع سهل وبسيط قوي او زي ما انت شايفة. وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا نتني كده، وهنتني كده كمان اهو، وهنبدأ نعمل زي 7 كده بالشكل ده، او 8 و7. طبعا انا هوريك انا هعمل ايه، القطعه اللي انا بقصها دي وبعمل لها الشكل ده، دي هتبقى فيها الكولونيات كلها. لحظه واحده اهي. طبعا بقى هنبدا ان احنا نجيب ونبدا نعمل كده الكولونه الاولى اهي، وهنبدا ان احنا نيجي من هنا كده، لحظه واحده اهي، وهنبدا نجيب مسافة الكورونا دي ونحطها كده اهي بالشكل ده. بصوا يا جماعة الموضوع سهل قوي قوي وبسيط قوي قوي اهو. طبعا الكورونا المفروض تحسبي لها، انا ما حسبت لهاش، انا على طول اشتغلت مباشرة على ايه، على التصميم مباشر كده اهو. بصوا يا جماعة الموضوع سهل وبسيط قوي زي ما انا قلتلك اهو، شايفة ازاي كده. كده هو يا مريم التونيك معمول عشان خاطر القطعه دي، اه التونيك كله اساسه اصلا القطعه اللي انا بعملها دي. نبدا بقى نعمل كلونه اخيره هنا اهي، او كسره، بلاش تبقى كلونه، وهنشوف دوران الوسط جاي مظبوط، جاي مظبوط كده، يبقى الاخيره دي هتبقى كسره مش كلونه. نجيب دبابيس بس ونبدأ نعمل الكسرة
وطبعا التونيك سهل ما فيهوش حاجه يعني، هو التونيك سهل بحد ذاته سهل. طلع علبه الدبابيس، بصوا بصوا يا جماعه اهو كده. هنبدا نجيب بقى القطعه الاماميه، نبدا نقفل فيها كده كده. وهنبدا نثني، لا استنيني بقى قبل ما نثني، قبل ما نثني قبل اي حاجه اي كده كده. وهنبدا نعمل كده بالشكل ده، شايفه ازاي؟ طيب دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نحط الالماز المحطوط عند دوران الوسط. الالماز المعمول عند دوران الوسط اهو، بصوا نختار لون من الالوان دي اهو، اللون الموفي. وهنبدا نعمل الالماز اولا كده، هنمشي كده وهنعمل كده، هنعمل كده اهو. بصوا الالماز سهل وبسيط قوي، انا بعمل لك بس نفس الالماز اللي انت هتبداي ان انت تمشي بيه بالشكل ده، تمام. طيب وبعدين هنبدا ان احنا نيجي كده من هنا لهنا، تمام كده. طيب وبعدين هنيجي من هنا كده من عند الالماس من هنا، بدل كانك لابسه حزام، بس هو في حقيقه الامر مش حزام، هو الماس، شايفه ازاي؟ طب يا مريم انا عايزه اركب من هنا برضك، ممكن تعمليه كده اهو من عند حرده الرقبه، تاخديها داير ما يدور من عند حرده الرقبه، وتبداي ان انت تركبي بعد كده الخلف. انا طبعا مش هركب الخلف لان انا عايزه الشكل ده، مش محتاجه الخلف. وبعدين ممكن تعمليها كده بقى بالالماس طبعا اهو بالشكل ده، تمام. ده يا جماعه شكل التونيك بتاعي في الاخر خالص، اتعمل بصوره سهله وبسيطه. لحظه واحده اوريهولك، بصوا يا جماعه ده شكل التونيك بتاعي، اتعمل بنفس الصوره ونفس الشكل ونفس كل حاجه. كل اللي عليكي بس اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيه تعليم الخطوه عليهم احمد. يا رب تكون تفصيله سهله وبسيطه وعجبتك. بصوا التونيك اتعمل بصوره سهله، اهم حاجه تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقيني الفكره هتفيدك قوي. ادي التونيك يا جماعه كله على بعضه، شايفه اتعمل ازاي؟ بصي ادي الكولونات اهي عملتها، شايفه اهو. الموضوع اتعمل بصوره سهله وبسيطه قوي، اهم حاجه لايك وتعليق واشتراك، ويا ريت تعملي شير مع اصدقائك عشان خاطر الفيديو ده يوصل وناس كتير تتفرج عليه وكمان تستفاد منه. زي ما انت شايفه التصميم، بصي اهو ادي التصميم اتعمل بصوره سهله وبسيطه قوي.